والنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عن وقوع الشيء، وقوع الفتنة، أخبر بالمخرج من الفتنة، ودل الأمة على المخرج من الفتنة، وأنه بلزوم الكتاب والسنة، وأنه باتباع الصحابة رضي الله عنهم، والاجتماع على ولاة الأمور، وترك الخوض في الفتن، وكسر السيف، فلا يرفع الإنسان سيفه يقاتل إلا مع ولي الأمر الذي حصلت له البيعة واجتمع الناس عليه وظهر أمره، ما هو بيعة ولي الأمر ليزعم وهو خفي أو مجهول، لا، هذا فتنة، هذا جهاد، فتنة وشر، لكن ولي الأمر الذي اجتمع الناس عليه ويظهر أمره ويمكنه الله عز وجل بالحجة والبرهان والسيف والسنان. فأمر صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة، بلزوم جماعة المسلمين ولي أمر المسلمين والقتال معهم على الحق في مواجهة أهل الباطل، وهذا هو المخرج من الفتنة. نعم.